بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الأعزاء، نصل بكم إلى الشوط الختام، وهو الشوط الذي لا يقل أهمية عن بقية الأشواط. نسير بكم مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة من نجد حفلة محمد بن أحمد بن خزع بالهركي العامري، ثاني المراكز الوصول من الخفيفة علي بن عبيد بن غدير الكتبي، بينما ثالث المراكز الوصول من مخيفة محمد بن قرين بن علي العامري، رابع المراكز الدخول من قبل المدينة عبد الله بن سعيد بن عبد الله الرميذي، خامس المراكز وصول من عهد بدر بن سيف بن سالم الشبيبي، ندائنا الأول للخمس المراكز الأولى. ونعود إلى المقدمة ونعود إلى الصدارة. ونعود إلى المقدمة والصدارة من نجد هناك الخفيفة راشد بن علي بن عبيد بن غدير الكتبي، من يدفع بهذا الاسم، بينما ثاني المراكز الوصول من حفلة محمد بن أحمد بن خزع بالهركي العامري، ثالث المراكز شوف اللي الواصلة هنالك من قبل مخيفة محمد بن قرين بن علي العامري، ورابع المراكز تصل المدينة عبد الله بن سعيد بن عبد الله الرميثي، خامس المراكز الوصول من عهد بدر بن سيف بن سالم الشبيبي. ونعود بكم إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، بدأنا ندخل إلى الغلاف الجوي، وين موقعنا يا الليبي؟ وين 1400 متر ما يفصلنا عن الناموس وعن الصدارة، ولا زالت الخفيفة على صدارة هذا الشوط، ويتابعها في التضمير راشد بن علي بن عبيد بن غدير الكتبي، من يسيطر على المركز الأول واندفاعة هذا الشوط، بينما ثاني المراكز الوصول من قبل حفلة محمد بن أحمد بن خزع بالخزع الهركي العامري، رابع ثالث المراكز الوصول من قبل مخيفة محمد بن قرين بن علي العامري. لكن خلونا مع الصدارة، مع المقدمة، مع الاندفاع التلقائي. سلام يا مخيفة سلام. علي بن عبيد بن غدير الكتبي، من يدفع بهذا الاسم العملاق، من يدفع بهذا الاسم العملاق الذي يندفع في صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول من قبل مخيفة محمد بن قرين بن علي العامري، ثالث المراكز الوصول من المدينة عبد الله بن سعيد بن عبد الله الرميثي. ولكن وين الخفيفة؟ وين روحت الخفيفة؟ روحت تبحث عن الناموس مع راشد بن علي بن عبيد. سلام مرغم سلام، أهالي مرغم يطالبونك بالناموس، والعصافة الأبطان بدون أي أوامر وبدون أي منافس على الإطلاق، الذي قامت راسه وتريد أن تنهي هذا الشوط راسه. فتهانينا والناموس إلى مالك الخفيفة راشد بن علي بن عبيد بن غدير الكتبي، من يحظى بناموس هذا الشوط. فتهانينا وألف مبروك لفايز سلام مرقم سلام، وسلام يا مرقم سلام. بينما ثاني المراكز تهانينا والناموس إلى مالك مخيفة علي بن عبيد بن غدير الكتبي، بينما ثاني المراكز الوصول من قبل مخيفة محمد بن قريم بن علي العامري، ثالث المراكز تصل بهذه اللحظات المدينة عبد الله بن سعيد بن عبد الله الرميثي. التوقيت 4:41. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، والختام سلام.